انا عندي اقتراح. تفضل نطلع. لا عندي اقتراح نسوي الحين. ترى محمود ما هو موجود، خذ راحتك قسم اثنين. طيب انا عندي اقتراح مهم وانا ودي نسويه كل حلقه يصير معانا، بس خلينا ناخذه بعد بدر. حياك الله بدر. الله يحييك. يا مرحبا، اعطونا بدر خلينا نشوفه. بدر الشمري حياك الله، صاحب اول جائزه اوسكار في برنامج رصيدك. يا مرحبا يا هلا، الف الف مبروك. الله يبارك بعمرك. خذ علي، خذ علي علي الغامدي معك. صباح الخير يا بدر. صباح النور. شلونك بحصة؟ هلا وغلا، يلا حيهم. أول شيء أنا زعلان. أفا ليه؟ أول من قال إنه أنت بتفوز بالأوسكار أنا. قال أعطوني اقتراحات، قلت بحصة. الله يسعدك. شكله شكل إذنك مسكر اللي سمعت بدر الشمري. أنا قبل كم ليلة يضربونا بنفاخة هنا معدني كلها ماء. إيه ما سمعت بحصة. وأنا حتى بدر الشمري. حتى الحين صوتك والله يلا أسمع، أسمع هنا بإذن اليمين. يا ساتر، حطني كذا السماعة. أول شيء ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك بعمرك. وتستاهل. تستاهل الطيب. وأمس سألني هاني سؤال، قال هل تتوقع بيكون ذكي بتعامله مع الأوسكار؟ أجبت قلت لا، مو بذكي، مو قصة إنه مو بذكي أو إنه ذكي، القصة إنه أبو حصة طيب، فطيبته هذه ما بتساعده في كيف يصنع قيمة قوية بالنسبة له. شلون؟ في يوم من الأيام أنا أحتاج إنه الأسعار ترتفع، أحتاج يعني مبالغ. يعني كيف ألعب بالبورصة؟ كيف ألعب بالبورصة؟ أنزل الأسعار وكيف أرفع الأسعار؟ كيف أحتاج إن الشباب يدفعون؟ مثلاً أضرب مثال، الشباب اليوم كلهم خسرانين، تمام؟ هل تتوقع أن بكرة بيدفعون؟ أنا لا، أنا أضرب مثال. ما أتوقع. ما أتوقع. لكن أنا أصبر لكن علي شوي. طيب بس خلنا أكمل وجهة نظري. طيب. عيوني. لكن لما تتوقع مثلا واحد من الشباب كسب في نقطة معينة أو في جائزة معينة أو في مسابقة معينة أو عدة شباب فازوا، هنا اليوم الثاني أرفع الأسعار، أدري أنه عنده مبالغ وعنده فلوس وعنده وعنده، ما عنده مشكلة يدفع إلى 20-30 ريال 30 قيمة زد رصيدك. لكن الآن الشباب أغلبهم خسرانين. يعني شفت اليوم خالد الشيباني وهو طالع من المسرح متوجه، وفي محمد خير يقول له تعشوا يا شباب، في عشاء وفي وجبات كذا كذا، قال يقول كان يقول ما معي إلا 3 ريال وخسران 50، فما أسفت شيء. فهل أنت حاسب شيء في بالك ولا لا؟ لا أنا عندي إن شاء الله تخطيطات جاية بإذن الله. أنا أشوف انتظر يوم محدد فأني أرفع البورصة ولا نزلة. طيب الايام جايه بدر. يعني يا بدر افهم كلامك، تنتظر اليوم اللي عليك في المطبخ ترفع البورصه تاخذ درجات وتروح. الله اعلم، ما ندري، يمكن يوم ثاني. اليوم كان يقول لك سيد القحطاني لو انك ذكي كان نزلت الاسعار. قلت انا محتاج درجات، صحيح؟ محتاج يعني اي، قلت انا كمان ابغى اجمع درجات. اليوم هذا الكلام كان في الهنجر. لا كان المطعم لنا احنا. اي بس البورصه، البورصه قال لك سعيد القحطاني لو انك ذكي كانت تنزل الاسعار حق البورصه، صحيح؟ قلت انت انا حتى احنا نبغى نكسب. معناته انك افهم من كلامك او يفهم المشاهد من كلامك استاذ بدر الشمري انك تنتظر حتى يجي المطبخ وترفع البورصه حقك وتاخذ الدرجات والشباب في حريقه. لا ما هم حريقه، لا والله محشومين كلهم، لكن كل يتبع مصلحته. يعني طيب انا اشوف ابو حصه اللي يشوف اللي يناسب لي انا. اي ما راح يضر احد ابد. معك حق. يعني يمكن يمكن طال عمرك يمكن اضر لي انا مو لهم هم. اللي يجيك يمكن اني ارفع البورصه انا بالمطبخ وخسر وانا اللي اخذ. اي اللي يجيك يا بدر ويقول نزل البورصه عشان يقول انا كسبت، احنا جايين في مسابقه وتنافس. يعني بدر طيب. مسؤول عن الشباب يفوزهم؟ لا مسؤول عنهم. بدر اول شيء الف مبروك البورصه. الله يبارك بعمرك. وثاني شيء اشكر لك انضباطك وتميزك وحضورك الرائع على الشاشه. الله يطول بعمرك. وانت نموذج يقتدى فيه. شهادة اعتز بالله يطول بعمرك. الله يحييك بدر. خيرة. شكرا شكرا لكم. بتقول شيء علي؟ ايه بدر ترى يعول عليك كثير لانه نرى منك اشياء كثيرة كشخص مبدع وحكواتي وسوالف جميلة و سكوتك الدائم ترى يزعلنا. الحياة شعبة من شعب الايمان طال عمرك. ما يحتاج من اخوك، بس ترى اذا زعلت يوضح على وجهك. يعطيك العافية يا بدر. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا.